مشاهدي الكرام مساكم الله بالخير، كل سنة وانتم طيبين. حياكم الله في حلقة جديدة في برنامج جديد، برنامج ساعة صفا. هذا البرنامج اللي بنحاول من خلاله أنه نهرب من الضغوط اللي بنعاني منها كل يوم. وحقيقة الإنسان التي يعيش مثل هذه الظروف يحتاج إلى لحظات يخرج فيها من مود الحزن، يخرج فيها من مود التعب، من مود الهم، ولو للحظات بسيطة. إيليا أبو ماضي يقول في قصيدته المشهورة: قال سماء كئيبة وتجهم، قلت ابتسم، يكفي التجهم في السماء، قال الصبا ولا، فقلت له ابتسم، لن يرجع الأسف الصبا المتصرمة، قال البشاشة ليس تسعد كائنا، يأتي إلى الدنيا ويذهب مرغمة، قلت ابتسم، ما دام بينك ورد بعد فإنك ما دام بينك ورد شبر فإنك بعد. إيليا أبو ماضي لن تتبسم. اليوم خلوني أرحب بضيوفي المميزين في هذه الحلقة، وأنا أتوقع يعني حلقة ستكون حلقة نارية حقيقة، لأنه فيها ثارات قديمة، ثارات مناطقية قديمة، وأنا أتوقع طبعا أنا أتكلم عن الصراع بين دمار ويريم. نشوف الحلقة. واحد اشتري مسدس تسلح حمل أمان قال لا يقرح. خلنا نشوف حلقة اليوم، لكن أعرفكم على الضيوف فيها، لأنه في بعض الوجوه المألوفة وفي بعض الوجوه اللي تشارك لأول مرة معي في البرنامج. أرحب بضيوف الكرام. من اليمين الفنانة الجديدة المتألقة، واللي إن شاء الله يكون ظهورها وتواجدها إضافة طيبة للدراما في اليمن، فنانة شيماء محمد، اللي كانت في يوم من الأيام مذيعة إذاعية. ليش تحولت؟ خلونا نسمع منها. ليش اللي حولك من مذيعة إذاعية الفنانة؟ ولا شيء، يعني ما كانش في سبب معين إنه أتحول من مذيعة، وإنما شيماء تحب إنها تجرب فجربت الدراما. كيف شفت التجربة؟ يعني ناسبتك التجربة ولا شفتي إنه كانت رهان خاسر؟ لا، ما فيش حاجة في الدنيا بتكون رهان خاسر، في أشياء أنت بتتعلم منها وبتكون تجربات ناجحة كلها، حتى اللي بنفشل فيها إحنا ممكن نأخذها كتجارب تنفعنا مستقبلاً، فلا كانت تجربة ناجحة. ناجحة. ننتقل إلى الفنان الجميل المتألق اللي جاء أول هو مربي دقن. أنا حسيت إنه داخل يعني معركة ما من جد، يحسسك إنه أبو لهب وجاي ينتخب. برنامج إسلامي. حسن الجماعي. الناس كرهتك لكن حبتك في نفس الوقت. ليش كرهتك وليش حبتك الناس؟ يعني طبيعة البشر، يعني لما نشوف واحد ظالم إيه طبيعي إنه كل ما في واحد يحب الظالم. في نفس الوقت لما وصل لمرحلة إنه صار مظلوم أكيد تعاطفوا الناس معه. فالحمد لله انه واجهت موقف انه واحد حب ينتقم منك بسبب ظلمك للشخصيات اللي الظالمه اللي مثلتها، واحد اخذ الموضوع بجديه اكثر من اللازم. لا هو شوف النهايه كانت انه الحمد لله تعاطفوا معه، يعني على قدر ما لو استمر الظلم حقه زي ما يعني على طول الخط. توبته هي اللي عملت له خط رجعه مع الناس. التوبه هذه رجعت لي بالعكس، خلت الناس يحبوا حافظ أكثر من رغم أنه كان ظالم طول المسار. أنت تشوف نفسك حسن الجماعي ظالم ولا تائب؟ أنا لا الحمد لله لا ظالم ولا مظلوم، وسط. ما راح يجاوبني إلا زميلك وحبيبك نزار السنفاني. لا حسن ظالم حسن ولا تائب؟ لا 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 حسن. لا أسأل توفي. حسن ما بين البين فعلا، لا ظالم ولا مظلوم، بس أحيانا في المسلسل لما يعيش الدور أنا نفسي خارج في الكواليس أحس إنه جالس حافظ. نزار السنفاني من الفنانين اللي صعد نجمهم أو لمع نجمهم بسرعة كبيرة جدا، يعني في فنانين قضوا أعمارهم من أجل الوصول إلى مكانه وصلها نزار السنفاني. الحمد لله، شكرا. الحمد لله. هذا كمان نتكلمهم جالسي. بدأت المعارك الجانبية. سؤالي لك، أنت كنت مربي شعرك، ليش قصة الشعر؟ بعد هذا حد يربي حلال نخرج له. ربيت علشان المسلسل طبعا، يعني مسألة متعلقة بالعمل، متعلقة بالكاركتر الشخصية. وين تشوف كاركترك انت؟ وجهك كيف تشوفه؟ يعني بشعر بقعشة؟ انا الان بعد ما حلقت لقيت نزار نفسه بعد سنتين ما كان ضايع تحت القعشة. مالك لقيناك الوالدة داخل الجهة الثانية. على فكرة الجهة الثانية، يعني هذه الجهة لقينا هذه الجهة مشاهدي الكرام، يعني يبان عليهم الهدوء.
لكن ايام على قولت المثل ايام تحت السواهي دواهي دواهي, دواهي الجهه دي صح هدوء لكن لا مو الي ابو مالك لكن توقعوا منها انه قد تكون هي صاحبه الحظ الاوفر ولو انني اتوقع ويعرف حسن وأنيس يعرف دائما ان توقعاتي لا تخيب ابدا توقعي انه العقوبات حتكون في هذه الجهه خلوني اروح لضيفي الذي دائما يعني في كل البرامج اللي نفذناها في العيد سواء كانت فايبريشن ولا في ساعة سعيدة كان هو أكثر شخص تعاقب أنيس أصلاً كنت في هولندا قبل لا ما أنيس العنسي صراحة صراحة كنت في هول فظيع يعني تقول الكرت عند فلان ويطلع عند فلان كنت أحبني قوي طيب يا أخي مو بالشرط أنه أنا أجيب الاسم يعني بطلع غلط لا بس كانت توقعاتك كلها صح تفسيرك قد قلنا مفوله طبعا انيس اول ما جاء توفيق الاضرعي شبط فيه وقال والله ما يجلس جنبي الا انيس ومشيش انا نزار يجلس جنبي ليش يا توفيق من عنسستان ها عنسستان عنسستان وش اللي بينك وبين نزار انا بيننا شيء بس احنا بيننا اصحاب دمار على اصحاب يرم يعني بس احنا مناسب انكم انا ما اقدرش من ذا الحين على توفيق ما اقدرش يا اخي ما ينفع هو رزق للعلم توفيق الاضرعي برغم انه من اكثر الشخصيات الكوميديه جمالا وطرفه مش بس امام الكاميرا يعلم الله انه توفيق من الناس اللي تحب تجلس معاهم بشكل متواصل لانه من الناس اللي يستطيع انه يزرع الابتسامه على وجهك بكل بساطه وبكلمه او كلمتين المعلومه اللي يمكن ما تعرفوها اكثركم انه من الفنانين القلائل توفيق اللي هو أكاديمي في مجال الفن وحاصل على بكالوريوس ولا ماجستير ماجستير من الجزائر من الجزائر في مجال المسرح المسرح والسينما وهذه من الأمور اللي فعلا أنا يعني أكون سعيد جدا عندما أقابل فنان يكون أكاديمي ولكن هذا لا يعني بالضرورة أبدا إنه الفنان يكون مبدع كثير من المبدعين اللي عرفناهم سواء في اليمن أو خارج اليمن لم يكونوا من الأكاديميين ولم يكونوا من حملة الشهائد الشهادة الوحيدة اللي كانت تشفع لهم هي شهادة متابعيهم اللي أحبوهم من خلال أعمالهم التي قدموها هنا يأتي السؤال توفيق الأضرعي أكاديمي لكن لم يقدم الكثير من الأعمال الدرامية ليش يا توفيق؟ يعني قصتك يعني في الإخراج ولا في التصوير؟ في الإخراج أو في أيضاً كممثل يعني ما حصلنا ما شفنا توفيق الأضرعي في أدوار رئيسية في بعض المسلسلات والله سيدي وعيني الموضوع أنه الكاتب ده ليش يجي يكتب لك أول شيء شخصية وبعد وقت الله الله يديها لصاحبه فهمت الموضوع يعني يقول لك بأول بداية الكتاب قال لك خلاص ما توصل لها هناك احنا عندنا أزمة كتاب حقيقة ولا يشاع فقط يشاع يعني الكاتب احنا حسن تحاكي أنت لما ماشي شخبر ما أنت بصوت مامي الموضوع حسن خلاص ننسى خلونا أرحب أو خلوني أرحب بضيف عزيز وكريم يشاركنا في أول مشاركة له في مثل هذه النوعية من البرامج واللي أنا يعني حقيقة تفاجأت لما شفته قلت محمد النعامي فنان صوته جميل ورائع لكن هل سيكون عنده القدرة لتحمل العقوبة بالذات إنه هذه السنة العقوبة لن تكون فردية الذي سيؤدي إلى انتكاسة سينتكس الفريق بكله معه محمد النعامي أهلا وسهلا كل سنة وأنت طيب ومن العايدين ويجعلك من الفائزين الناجحين إن شاء الله يا رب جميعا مين اللي أقنعك تيجي البرنامج؟ هل كنت تعرف البرنامج قبل كده؟ أيوة معروف مين اللي أقنعك؟ مين اللي واه دربك؟ الوالد ما الوالد يعني على أساس إنه قدوته يعني والله الذي قنعني أرصد عبد السلام شريحي زعلته بشي؟ ماشي قال خليك قريب من الناس الحاجة الوحيدة أنا أعرف عبد السلام عبد السلام ما يتجمل بيحبك قوي هو يدهفك أكيد أنك بزعله في شيء ماشي هو طبعا بكتب شعر عدنا الحمد لله إذا ما عجبه اللحن والله عجبه عشان كده دهفك شاعر والله شاعر شاعر بالخوف هو نفسه مشاهدي الكرام حلقة أتوقع إن شاء الله أنها راح تكون نارية مع ضيوف جميلين ومميزين حقيقة وإن شاء الله تكون الحلقة هذه بداية خير إن شاء الله
بإذن الله. إيش رأيك نسمع أغنية في البداية هكذا؟ هو هذا اللي أنا كنت الآن جاي عليه، حناخذ بريك. أخي أنا جالس هادئ من أول. أمانة هذا سفيان، هذا سفيان أنا المخرجين. إذا عرفت الآن مشكلتك أنت يا توفيق. مشاهدي الكرام، فاصل، وبعد الفاصل حنبقى مع بداية لهذه الحلقة، بداية فنية جميلة مع محمد النعامي، نسمع فيها واحدة من أغانيه الجميلة، وبعدها ننطلق على بركة الله في فقرات مميزة، فقرات قوية جديدة، وفي عقوبات. انا اعدكم ان ما قبل هذه الحلقه لن يكون كما بعد هذه الحلقه باذن الله. ما شاء الله. اذا انا وحدي، انا اذا الحلفه الدماري اليوم. وهذه ذكرتني فيها. لا لا والله امورك ما هي طيبه. انا من الحين اقول لهم انا تربيه ذمار ودرست في ذمار. فاصل راجعين، خليكم معنا. مع حبيبه
ألا هالعيد جا كل أنماع حبيب كل أنماع حبيب ألا وأنا واحد في الغربة صعيب والليل ليلك الغرام برافو عليك يا محمد الله يعطيك ألف عافية ما شاء الله ما شاء الله والله المفروض ان احنا في الحلقات الجايه يعني يكون في فنانين ايوه على اساس يكون في شغله تواجد شيء ما لكن احنا قلنا يعني من باب العدل فنان في جهه وفنانه يا استاذ سفيان تمام انا اعتقد انه انتصار من بدايه الحلقه انه الاغنيه الاولى كانت اليريم هذا انتصار بحد ذاته مع انه توفيق حاول يقول له يخليها دماري يعني دماري مني ما ركبت طيب مشاهدينا الكرام خلنا ننتقل للفقره الاولى من حلقه اليوم من بدايه الحلقه ما شاء الله نارية يا الله صدق من غير كلام من غير كلام هذا حق العادة العادة إنه كانت الفقرة في الأعوام الماضية أو في الحلقات الماضية إنه واحد يكون موجود يشوف كرت مكتوب عليه اسم فيلم أغنية أو فنان أو مسرحية ويشرح محتواها لبقية الفريق من غير كلام إحنا هذه المرة غيرناها اثنين اللي حيشرحوا من غير كلام واحد اللي مفترض عليه انه يعرف زملائه ايش باي يعني يشرح الفريق حقه الاثنين يشرحوا للثالث تمام فخلونا في البدايه نسمي الفريقين الفريق يختار من نفسه من اللي يقوم يشرح ايوه حلو اللي يقوم يفهم الشرح على البقيه الشرح للبقيه والثالث مهمته انه يعرف هكذا شريت كذا انا في نحرن اقصد يعني هم يطموا ويشرحوا وهم لا لا اللي يفهم يروح يوقف هناك يتفرج تمام اذا البدايه خلونا نسمي الفريقين هنا فريق ملي عيب ملي عيب مقتنع حافظ ملي عيب فريق نديلو نديلو لا لا بس خليني اسمعها ليش عاد هذه نديلو نديلو بس مش نسمعها سوا الاسم حقه ملي عيب لا 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 اعلى 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 الصوت اشتي الصوت بس عادي عادي يقول ملي عيب فريق ملي عيب اقول لك انتهيتم ملي عيب ونديلو حيبدأوا ملي عيب اختاروا واحد منكم انا قلت تعبت خلاص دوري انتم ما تشرحوا انتوا هيك شرحوا وانت يا اللي راح انا بفهمكم انت حتروح هناك اكيد ايش اللي طيب اقرا لا لا نزار وشيماء تعالوا لعندي تعالوا عندي يا حصل لك بقي صدق قد ايش بقعتي هنبدا بالكرت الاول تعشى ما اذا واحد منكم تكلم بكلمه طوالي حتخسروا يا رب لازم تقوموا الاثنين تشرحوا يا رب يا رب اخسروا يا رب يا رب اخسروا يا رب واخر دعوانا الحمد لله خليك عندك خليك عندك يلا حتب معاكم يا شباب معاكم دقيقتين هم حيقولوا لك احنا النقاط الاساسيه يا شباب النقاط الاساسيه احنا ممكن نتكلم مع بعضنا البعض اي معاكم 10 ثواني تتكلموا ما يتكلموا قد قريو معاكم شوفوا هذه الاشاره تركزوا ركزوا هنا تلفزيون وسينما انتبهوا هذا ايش تلفزيون سينما اغنيه مسرح اوكي هذا اللي قلت اي يلا لحظه فيلم مسلسل مسرحيه كلمه ولا كلمتين من كلمه واحده ايوه انتبه الزعيم لا 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 مو تسع ثواني ونص بسيط فريق الثاني اختاروا كيف تمام خليك عاقل دي قلبك الاطفح في الوجه بس هذا ايوه انيس ضروري انيس تفضل يا انيس لهناك الاثنين تعالوا فريقنا ملعب ملعب نديله نديله حرام متوقع ان توفيق عرفتك شاف طيب المسألة سهلة لا والله ما شاف المسألة كفريقكم يلا يا شباب معاكم دقيقة تبدأ من الآن تفضل يلا بسرعة بسرعة هذا ايش قمر سينما ما سينما فيلم قديم جديد
ارجع لي بعدين. هلاك يا حبيبي بلدوزر. ايوه نسيم رامبو. يا سلام. لا لا يعني الامور طيبه 21 ثانيه لكن التفوق هنا واضح. تفوق التفوق بس حقنا كان صعب. ها؟ ايش من صعب؟ كلمة زيو رامبو هذا. رامبو بس على طول خلاص رامبو محروف. يلا. معروف انه رامبو. ايه بس هو الثاني اللي بعده. والله ما شو مندمر ثلاث ساعات. لا لا انت خلاص طلعت مرة اجلس. طلعت مرة. عجبني الجو هنا. اجلس اجلس غيرك غيرك. اقول منحن. حسن حاول تبسطها. ولا هذه صعبة هذه. هذا نصيبك هذا علمك. يلا وقتكم. بس انت انت قد ايه غشيت. من غير كلمة. ايوه. واحد اثنين ثلاث مسرح مسرح أيوة قديم قديم شراب كأس كأسك يا وطن كأسك يا وطن زريد لا 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 زريد لحامون يا با مثقفين عرفنا قبل انت بتقول لك كأسك يا وطن والله ما ادري انت رجع حبيبي انت رجع في دمار مكان الرئيس التربية الفنية في دمار تحت ثاني اطلع اطلع أنيس ومحمد النعيم الجزء هذي عليهم خطرة أنا هذي يفتح العلق أنا أتحديه يدري لا والله بسيطة والله شوف والله أنيس يعني والله لو الشباب ركزوا لازم شهادة الدمار ولا شهادة الجزائر رششوا فيلم فيلم إيه كل لحظة كم أفلام كله رصاص لا تكلم لا تكلم مصري الهند الهند مصري صح لا تكلم يا أنيس شو عم شو خلاص الجزيرة قد عرفتوه والله أنا عرفت والله أنا عرفت والله أقسم بالله أنا عرفته هذا كباب قد عرفته الكباب و سعيد أبو الدولة لا لا والإرهاب الإرهاب والكباب الإرهاب والكباب برافو عليك بارك يا أستاذ كم الوقت يا أخي 23 ثانية ما زالوا متفوقين عليكم يا أستاذ عليك كذا عيب متفوقين طيب يلا لازم تقومي لا كل على كل واحد ما اقدرش والله العظيم ما اقدر لا لا حاول ضروري ضروري هو شوفي حتعتبرها انسحاب وخساره اعتبرها انسحاب وخساره لازم تقومي وهم حيشرحوا لك انت ما حتعملي شيء هم حيشرحوا لك ما لعب لا تحرقوها خلاص شو تخسرونا تخسرونا هو شوف يا انسحاب يا شباب الوقت يلا يا شيماء يلا ما عارف بنساعد لا ما تعرفي لا مو مش حاجه صعب سريع يا شباب الوقت يلا يلا وهذه سهله وهذه وسهله حتى شرحيها ببساطه يلا قومي يا رباه قومي تفضلي خلاص ما تطلقيش لي انا اشرح لك يلا بيشرح لك يا شباب يلا تفضلي انت كل مهمتك تعرفي شرحها ومنشوف اوكي يعني قدر المز بسيطه ما شاء الله يا تفضل يا استاذ انيس تفضل يا استاذ نزار هذا لو انا بسيط يلا هذه صعبه انا اتوقع اليوم طبعا انت اول جبت لنا ايش الفيلم والمسرحيه مالي كيف نقول لك الشخصيه رجل امراه او رجل يعني يعني كذا انه شخصيه اي والله اللي امراه او رجل يعني في بعض في في اسم فيلم في اسم مسرحيه في شخصيه شخصية تكون مشهورة ساعدك من عنده وانا مشي لك وانا مشي لك لانه الشرح للكل ان شاء الله انك ان شاء الله تفهمي ان شاء الله اربعة ثلاثة اثنين واحد والله اني اشك ان حتعرفوا لانه يبدو انه لا علاقة لها بالمجال هذا على الاطلاق ابدا مصارعة كرة قدم ها انتبه كرة السلة ايش كرة القدم أيوة. مصري يقول لاعب ولا يا انيس لا تكلم بطولة اي واحد يلا يلا هي دلم العقاب دلم العقاب نقيب الوقت شغل الوقت شغل الوقت واحد بيلعب بشكل حلو ايوه انتبه يا نزار اخر انذار يمني سوري كريستيانو رونالدو من هو الوقت 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 من كريستيانو انت الوقت الثاني ميسي قلت كريستيانو قال لك والله انا ايش قلت لكم طلعت مع ريال مدريد يلا الان الان الان
إذا تلعب مع ريال مدريد مع ميسي إذا ما جاوبتوش حتكون تعادل وحيكون في عقوبة مشتركة للكل. لا بيكون في فارق السرعات أو حنعمل فاصل في فارق السرعات في فاصل. لا لا ده إحنا بتسع ثواني ممكن نعتمدها ممكن نعتمدها. بس على فكرة أنتوا الآن هذه ضيعت عليكم إذا ضاعت عليهم. أنا أقصد إذا ضاعت عليهم الوقت اللي أنا أخذته تقصد. طيب من اللي حيطلع منكم؟ محمد النعامي. محمد النعامي يطلع. وعلى فكرة لحظكم الآن أنه محمد النعامي طلع لأنه إذا شرحتم والله ما أدري أنه عايشرح لكم بشكل كويس لو هي واحد منكم كان مش عارف إنه كيف حتعملوا. بس إن شاء الله إنها بسيطة. أيوة طبعاً. أيوة شوفوا أنا لحظة أقول لكم اتفاق قبل ما نبدأ. إذا يا حسن في خيانة حسن ونزار إذا عرفتم من هو هذه الشخصية راح تنتقل للنقاط لكم. طيب ابدأ ولكن لا تكلم. عرفنا أنه ميزي أول. ها احنا عرفنا أنه ميزي. لا بس ما جاوبت إلا بعد ما انتهى. ما جاوبنا احنا. يلا 5 4 3 2 1. ممثل. ممثل يمني. يمني توفى. حسن علوة. نجاوب احنا نجاوب يا لا 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 عبد الكريم الشموري. الله انديله. لا 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 و16 ثانية. يا سلام يا سلام يا سلام. انا عرفت اقول لك اجاوب حبيبي. والله اني عرفت. انا عيب اسئلة تجاوبوش. والله ميسي كان سهل. منو؟ كريستيانو الثاني. ميسي سهل. كريستيانو رونالدو ما ادتش ميسي طلعت اني تبع مدريد. مدريد ما اشتبه. ولذلك لانكم بتشجعوا ريال مدريد لانكم بتشجعوا ريال مدريد الان العقوبة مستحقة. انا مش رياضي. وين الشباب؟ اذا مشاهدي الكرام النتيجة الان. انا برشاوي اخرج. لا لا خليك معاهم. انا والله مش رياضي والله. من جالس؟ جالس. انا ما قد صليش طبعا. خليك كريستيانو ينفعك. نصلي بعدين. اذا مشاهدي الكرام خلونا الان ننتقل الى العقوبة الاولى في هذا البرنامج في ساعة صفا على قناتكم قناة السعيدة. واللي أنا أشك إنه هذا الفريق سيكون سعيد بعد هذه العقوبة. سعيد جدا. يا ريمي العقوبة هي احنا دينا الغنية تهيئة نفسية. تهيئة نفسية انا الغنية على سبب الشرب والفعل العقوبة. الحمد لله في أكل وأنا صايم. الحمد لله فاطع. الله العقوبة أكل وأنا صايم. يا حسن الله يرحمك عبد الكريم مشغول. شوف من اسباب الاصابه بالقرح المعويه بس اكيد لا مش نوع مش نوع واحد حيمي. مش نوع واحد لا يعني اللي انا شايفه الان اللي قدامي انه 4 انواع محطوط لكم البسباس الحيمي ومحطوط لكم الشطه ومحطوط مشكله بالبيض التباكو هذا ما يجرب مشكله بالبيض لا اسواها المكسيكي على فكره اسواها المكسيكي المشكله الحين مش بالبيض البسباس المكسيكي البسباس المكسيكي عرفته تعرفته التباكو كان زعم عندنا يا بسري ميزي مدانا سري ميزي هذا ميزي تفضل يا توفيق يعني انت ستنال الشرف يا جماعه الخير انا صايم طبعا شكرا حسن يقوم بالواجب دخلنا منه خيرك صايم صايم عادي خلونا بعد المغرب خلاص ابدا بشيء ما ابدا بشيء يلا يا شيخ ولا الحيمي ولا الثاني مدري ايش الثاني تباكو تباكو تفضل يا سيد ما له علاقه بتباكي ذاك ما هو لي زمان اجباري يعني اجباري انت ما قلت شيء يكون جديد ما هو داري يلا بسم الله يلا يا شيماء يلا يا شيماء بسم الله هي حبه واحده وخلاص وزرطيها زرطه كويس انه معي شارك ونصيحه لا تتمذغي يعني ايوه خلاص الا بلع كذا بلعه واحده يا جماعه المريء عندي معور الوايت شغال الوايت المريء معور المريء ما له دخل ننزل قليل شيء تدبنا فوق يلا بسم الله سيد يلا. بسم الله بسم الله يلا بسم الله بسم الله هاتوا لنا مناديل والمناديل موجودة عطوها منديل ولا ما فيها ادوا لنا مناديل ومي ادوا لنا مناديل ومي يلا يلا حسن الجماعة يلا حسن يلا حسن يلا حسن هي ايش هذا هتشتي تنباكي لا 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 يلا حسن يلا حسن يلا حسن يا سيد بمسح بمسح البسباس مسح البسباس لا تمسح يا انا ما امسحش يا سيد والله ما مسح الا ذا بعطيك الرابع الرابع وتاخذها يا حسن خلاص خلاص مسح والله مسح يلا 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 شوف يا حسن بلعه واحده بلعه واحده كل يهون ولا لا بمسح يا سيد بمسحوا ما اكل شيء بتتحس 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 بتتحس
يا نزار اليوم. يلا يا نزار، يلا يا نزار، يلا يا نزار. استحي لي استاذ سفيان. لا 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 ما في خواص، ما في خواص، ما في عقوبة ثانية، ما في فلتة. إذا هم وقعوا والله إلا أنا سامحهم، بس أعطيني مجال أني ما سامحهم. لو سامحتك حضر سامحهم. يلا 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 يا شيماء، واحد اثنين ثلاثة، مرة واحدة، مرة واحدة. تشجيع يا شباب، تشجيع. مش قادرة شيماء. يلا شيماء، يلا شيماء. معليش ميسي 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 يا شيماء. العقوبة على الضاعة. انديله انديله انديله. تخلوها تكره ميسي، اقسم بالله. يلا شيماء، حصل على اقناع. اربعة ثلاثة اثنين واحد. يلا بسم الله. بس مرة واحدة. ما شاء الله ما شاء الله. ميسي 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 ميسي. يا سلام، برافو عليك يا شيماء. غني غني. مالي عيب مالي عيب. رجل والرب محمد. مالي ليش مالي بسبوع مالي بيض مالي بيض. طيب برافو عليك يا شيماء، والله بدأت تدمع. بس يا جماعة، نطلع فاصل ولا حاجة؟ ما فاصل. خلي مشاهدي الكرام نطلع فاصل، ياخذ الشباب نفسهم بعد الفاصل. راجع بدي ما راضي. فريق اللهيب، نرحب بفريق. اهلا بكم، اهلا بكم، اهلا بكم مشاهدي الكرام. مالي عيب وين ديلو، ما زال الصراع قائم. تعليق عند توفيق، نخرتك بتوجعك ترحب الامانه. هو بيحرق من نخره اكثر منه. ليش انت شميته ولا اكلت؟ ما ادري. تعال يا حبيبي عجي بابا، لا تبكيش اذا كبير بيلحق الغش. ايش في؟ ايش في؟ ايش في؟ والله انا سائل. بس اكثر واحد على فكره يعني حاول 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 يقاوم واستدر العطف كانت شيماء. بس والله ما شاء الله ايش متحمل اكثر منه يا اخي. ملأ انا احنا من زمان تحسس بالحلقه يعني. احنا زمان كان والله عندك 200,000 ما تقول هذا. تحسس كان البسباس عندنا يعني. الوالد الله يرحمه كنا نشتري ربع كيلو بسباس من هذا الاخبار، الباقي يجلس لاخر الشهر بعد احنا نيبسه. كانت مساك البسباس تكسره كذا تشمم السحاوق ورجعته. ما ناكلش بسباس مكسيكي. ميزي نزار، نزار مالك، مالك يا نزار؟ الحرقة ما عادش بالليك قديم من أنف. كيف من كيف نوم؟ خلاص عاد عن نخرتك أنا سعر عجيب. عادك عادك التعديرات بعد. بدنا مسحت يعني. هذا اللي طالع. والله كيف. وهذا جزاء، وهذا جزاء، وهذا جزاء اللي. ما يعرفش ميسي. اللي حاول يغلط. على فكرة. على فكرة شيء بشيء يذكر. يقال إنه نابليون بعد معركة واترلو يعني تم نفيه إلى واحدة من الجزر في البحر الأبيض المتوسط. وكان دائما نابليون يعني من الناس اللي يعتقد انه هو رجل خارق للعاده، فوق الانسان البشري بمراحل، هكذا كان يعتقد. ولذلك في جزيره هيلينا عندما تم نفيه قرر انه ينتحر، لكن جلس يفكر يقول انا نابليون بونابارت اللي حكم نص العالم، السم هذا القطرات اللي في اخر القاروره هذه ما راح تنفع، ما راح تقتلني وما راح تاثر. فاخذ نصف قاروره كامله سم كافي لقتل 30-40 رجل. الله. فهو شربه دفعة واحدة إلى درجة أن جسمه ما تقبل الكمية فطرشها فما مات. الله. فظل مقتنع أنه هو رجل خارق العادة يعني. وكان عايش المكسيكي زينا. بيضة فيها مكسيكي وعراضه خارق العادة. بس مجال لما الأغلط ما يتأثر. لو أنك هو شوف ليش أنا ذكرت، لأنه هو نزار حاول يبعد البسباس واكل شويه. لو كان اخذ الكميه أنا لك كلها انا اقول لك ليش انا خارج. لأن انا مسحت بيدي، مسحت بيدي البسباس. طيب ومسكت رمح. الفقره الثانيه يا شباب اليوم، الفقره الثانيه اليوم اسمها من غير ما نشوف. من غير ما نشوف، من غير بعد نشوف. الاسباس هذا ما بنشوف. ما نشوف ولا يعني من من الفرصه. المساله بسيطه الان، انه انتم طبيعي ما حتشوفوا لان ملموخين. انا قد بين اشوف، قد بعت النظاره. انا قد بين اشوف. فتح شورت. ما ادري من هلا اللي بعده سريع قبل. كيف يا توفيق، كيف شايف؟ والله ما شاء الله. انت بتشوف حواجب جعت طلعني. حواجب جعت. سبحان الله، اظن مع البسباس. لو عاد كانت عشان موجوده كانت عاد تبرد. عيبه يا عيبه. طيب
من غير ما تشوف احنا كانت البدايه لو قالت كلامك يزع من ال... كان يزع بالقعشه من النقطه ويطلعوا على العسكري بالحدايد عينه شو تطلع عليه ايش معك داغله ايش معك داغله يا ولي اليوم يا نزار اليوم يا نزار اليوم يا نزار عباس كبير الراس نديله طبعا للعلم للعلم اللي كانت الشخصيه اسمها عباس اما عباس كبير الراس فهو وانا ضفت انا العقل الاستاذ توفيق اللي اضافها اول ما شاهد عباس يا كبير الراس هذا يتذكر بعد الاسباس ما شاء الله عليك فتح الذاكره فتح المسامات اللي بعده انا والله خلاص اللي بعده البداية حتكون من عندكم يا شباب وين الطاقم الفني ساعدونا ربطوا على عيونهم إيش الفكرة مشاهدية الكرامة لأن حوزع عندنا كروت هذه الكروت فيها كلمات هذه الكلمات مكونة من ثلاثة أحرف الحروف هذه هي بارزة يعني لو الشباب بيلمسوا في الكرت يستطيعون تلمس هذه الأحرف أنا أوزعها بشكل عشوائي عليهم وهم عليهم أنه يتحسسوا هذه الحروف أو حتى يعرفوا ما هي إذا عرفوا الكلمة ونجحوا تحسب لهم نقطة إذا ما عرفوا سيعتبرون خاسرين وحنشوف الفريق الثاني إيش حيعمل بالمقابل والحروف فيها بسباس الحروف مكسيكي لا العقوبة القادمة فيها أشياء حية حية والله يا شباب يعني أنا يعني أحس أنا أستأذن منك بس أقوم أتأكد لأن أنا شاك إنه بيشوفوا قوم يا أنا من حقك من حقك يا نزاع من حقك يا نزاع أنيس كم من هولة ما هو رفعت نظرك نخرتك كبيرة ما يقدرش ينزل شايفك التوفيق قدي والكمام قدي نظر وكمامة في نفس الوقت هكذا ما عاد عن شمش لا تشم ما فيها شم ما تحتاج توفيق رد الله إلا إذا ناوي تشم العقوبة الجاية فهذا شيء ثاني يلا عشان تشوفينا يلا جاهزين ضفحنا جاهزين يلا بينا كم المدة معاكم دقيقة لكل جولة ثلاث الجولات عندكم يا يعني دحين ملايين يعني الحروف كلها ديلو يعني بارزة مخرمة صح؟ لا بارز. مش مخرمة بارزة بارزة بارزة, بارزة. أنت بسم الله ارفع يدك يا محمد نعم أنت عتسأل على الكلمة عتسأل ايش الكلمة يعني؟ ايوه ولا نكون احنا كلمة من حروف؟ لا هي كلمة ما تتكون إن من إلا كلمة منها تفضل طيب. يا أنيس أقول أنا دحين بينك وبين أصحابك أقول له ما يشي ايوه عادي أنا شو؟ شاور هو زعم سير يلا يا محمد النعامي وانت انا زين شهر زين يعني انت حزن 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 برافو عليكم والله برافو والله برافو انديله واحد لا رجع رجع الربطه باقي لكم جولتين على عصب على عصب على تتاكد وهذه واحد هذه واحد اللهم عليك اشتد نفس اشتد نفس مش تحت انا خزق هناك ساعة الخرقة ما شاءت انا بنمسر صدق والله والله ما بتاعي ايه جزء وانت عتشرب بعدنا بسي جربوا البسباس هيا استاذ يعني فرصتهم للانتقام الان يلا الكلمة الثانية الكلمة الثانية الكلمة الثانية نعامي توفيق وانيس معكم دقيقة. إيش؟ أنا اسمع عندي بسر ولا بسر. ليش يتشاوروا يسر؟ كل واحد يقول للثاني الحرف اللي عنده. ها. خلاص صعب. صعب برافو عليكم. الله برافو. انديله. انديله وعاقل. يس يس يس. يلا الثالثة الثالثة هات يا محمد. بسباس يعلم. على البسباس. خلك تقرا ما هذه ما تقرا يا عباس يا كبير الراس نديله كلها ميسي الثالثه صعبه صعبه والله صعبه الاول صعبه والثانيه صعبه هات يا بيها صعبه مره صعبه نعامي انا ميم ضمار إجابة غلط خلاص انتهى موضوع خلاص انتهى يا يعني خلاص مالي عيب مرض مرض لا خلاص تعتمد الإجابة الأولى يروح يتاجر ابعدوا 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 الرباط ابعد الرباط هات يا أنيس الرجال اشتكى ولا نصلح ولا نصلح والله لا وين لا تصلح ضمار أربع حروف ما حد يتكلم ماني صبر على الكلمة نقوم نركب لهم ضمار
ضمارة مقويت اليوم هذه بعد النظارة يا أستاذ بعد النظارة أها هنيس هنيس عاد أنا بحاجة عيوني نزل نزل مع بيرة بيرة نزل لنا نزل لنا والله بينا والله بينا بيرة هكذا هكذا ربط خلاص يلا شيماء حي الله الأستاذ حياك يا حبيبي السلام عليكم وجعمال ها استعجلت يا توفيق في والله العظيم استعجلت بس بس ضمار وش يقول ثمار بس والله والله يا حسن انها فرصتكم يلا يلا جماعي فرصتكم انا قلت الله لا والله وين الورقه ركزوا يا جماعي خلاص يلا بين ايشو حقك ها توفيق تاكد من شيماء يلا 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 ايشو حقك منو اما اذا ما عرفوا شادي توفيق اما اذا ما عرفوا شادي رايبه دبس بالدبس بالبسباس يلا يلا تفضل يا شيماء استعجلنا حسن استعجلت وين ولا فكر بالحرف انا براي ها شيماء المساله بسيطه سريع 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 شوفوا على فكره مشاهدي الكرام يعني خلونا ندرك في بعض الاحيان انه اذا كان الشباب في ثواني ايوه متاكد كذا صح لا كذا مقلوبه كذا يعني وانا أيوة. مقلوبه ولا سليمه مقلوبه عندنا عين اللي عندنا انا حقي مقلوبه ولا سليمه سليمه اذا صح سليمه يلا يا جماعه انا خططت فنان تشكيلي مش معقول ما فهمت الانسان حاجة. الانسان ربنا بعض الاحيان عندما يبتليه باخذ واحده من الحواس يعطيه القدره على تعويض هذه الحواس او هذه الحاسه من خلال الحواس الاخرى احنا اخواننا المكفوفين ربنا عوضهم يعني عن فقد البصر بأنه يضاعف لهم القدرة على استخدام الحواس الأخرى ومن ضمنها اللمس ولذلك نجد أنه عندهم طريقة بريل تفضلوا تحت تحت برافو عليكم إجابة صحيحة ماني عيب هذه الإجابة الأولى الصحيحة تحت بس كل ما صح لا تقلبوهاش فوق النخل فوق يا فوق النخل فوق ما بنستضيج والله ما ريدة وباليني بلوى والله لما ربطها عيني صوت يعني الآن الآن شيت نفس أنا عن نفسي والله أني شايفة صعبة هذه الكلمة الجاية كم حروف أمشي هي ثلاثة هي ثلاثة أحرف يا رب تسلم هي ثلاثة أحرف يلا أمشي ما تكونش مقلوبة ما هيش مقلوبة أنا بين ناولكم هي سليمة أنا بين ناولكم هي في وضعها الصحيح ارفع رأسك يا نزا ارفع رأسك يا مني ارفع رأسك أيوة ايش الحرف عندك ها وانتي ما عرفتش ما عرفتيش لا حاولي يا بنتي كفي البسباس الأول شوفي ماشي طعم بريك فيه ماشي حساسي سايري 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 من بدايته ميسي ما في بوش نقاط قولي كريستيانو طب أنا ماسكت ما بش في نقاط ولا خيط لام أنا ماسكت الورقة كذا الورقة الوقت يا أستاذ محسوب محسوب المخرج بيتابع الوقت كم باقي كم إيش باقي نص باقي نص دقيقة 30 ثانية نساعدها يا أستاذ لا باقي 20 ثانية طيب أحاول أنا من عندي كلمة عادي ماشي الا انا بحاول اذا ما اقدر اجيبها والله شوف الاجابه اللي حتجيبها ببسر ببسر حسن حسن ممنوع والله ما اشوف خليك مكانك بغل اجابه خطا اجابه خطا ايش اعمل له ما رضاش يدي الحرف بغل نذردها ايش الحرف يا غبي يا غبي يا غبي مالي عيب ميسي وبغل هذا يبدو ان شيء ما اصابتها لعنه ميسي ما اقول لا العوبلي طول لنا بدايته واخيرا شوف اللي قال كلمه قال والله انك عندكم اليوم الغش يلا الثالثه هذه الفاصله الان هم متعادلين واحد يعني خساره بخساره عشان ما ركزي الان الحرف مسايره لو استطاعوا انهم يتعرفوا على الكلمه الجايه واللي انا اشك فيها لانه فعلا مدري انا احس انه كذا لا ما دام تحس تمام ما نعرف تفضلي اهم شيء الاحساس اهم شيء الاحساس نعم الاحساس ويكفي الاحساس الحساس شغال الاحساس ما عبس تفضلي ايوه صح هكذا صح ها ايش هذا الحرف يلا هذا قريب من الاول قريب من الاول النقطه تحت ايوه الحين هذه صح الورقه ايوه حقك ما يا حسن لحظه
حقك لحظة. أيوه. حقي نفس الأول بس النقطة تحت. بس حقك نفس الأول. شو حقك؟ باء. باء. أيوه أنا حقي صاد تقريباً. لا. لا مش تقريباً هذه فيها بسباس. لا بيبزر. تقريباً هذه فيها. لا يرى لا يرى لا يرى. تقول حرب. إحنا متأكدين. لكن سهل مش كيف كيف في لا لا يبصر لا يرى لا يرى لا يرى لا يعين لا يعين صاد 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 انت ايش باء ماشي اكيد حقك لام ماشي والله صعب يعني الوقت اصلا كم باقي حقي غين ها باقي غين 20 ثانيه 10 10 9 8 7 6 خمسة أربعة ثلاثة عصب إجابة خطأ برافو عليك ميسي 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 طبعا كانت الحروف أجي ضاد عند الأستاذة شيماء غين أيوة إيش بغض 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 ميسي 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 بس بس يا أولي لعنة وديب هذا معهم لعنة عودي لعنة عودي لعنة عودي بس بس يا أولي تنقز عمك ونديله ونديله اللي بعد اللي بعد إن إحنا عندنا حسن الجماعي اللي سلم في خمسة مواسم السنة السنة حسن كيف حالك؟ لا يتشحورها لا يتشحورها بس هي قد جاوبت طيب أنا أشتيك أنا أشتيك يا توفيق الآن يعني تكلموا بلهجة عنس إنه كيف حظه تعيس حظك شو؟ شو؟ أنت زوبة زوبة يلا شباب الحكومة تفضلوا كم كم فقرات هين كم؟ خمس فقرات يا باقي ثلاث تمام وصل وصل المالح وصل ظهرك يا حسن ظهرك يا حسن ظهرك يا حسن البسباس ايش فضل البسباس من الكرة حسن هذا طبعا احنا تعودنا انه هذا الحزام البطولة بس هذا اليوم مش حيكون حزام البطولة حيكون حزام العلاج الشقيقة على الراس الله تعال يا حسن تعال يا حسن حسن انا هذا حسن انا جاوب حسن 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 ايوه ضرب يا حسن بعيد النظاره ايوه بس خلني افهم خذ راحتك يا حسن بعيد النظاره وانت عاد تقلك حسن يا حسن ما تقلك النظاره وانت عاد تفهم خلاص كفت حملي يا حسن احنا على ليش انا يعني البدايه من عندك المواتي يا شباب المواتي تلعب شواتات ايوه والله والله اعرف وعدوا بخل المسمار حديده رفيعه حديده دي والله حمراء والله رجع قال قد قراضي ايش يا اخي هذاك تشتي وضعها اسمع انا لا انا انا ركب ركب هذا نزار الشكاش حق الطاحو لانه غاز كبير قد انا خففت يلا برافو عليك يا حسن شد شغل شغل يا ابراهيم شرف شغل غلقت عليك ايوه هكذا الخير انا هكذا ما تصلحش ما تصلحش هذول بس بس لا بلاش تشوف بعيد راس بعيد راس انا عشان انا عشان كنت اول شيء اساعدك فيها ما تقيش يا اخي هذا ما تقيش غيروا اللغه البسباس البسباس احنا متعودين عليه يا سفيان هذا العلاج الشقيقه الاستاذ المخرج يقول لك هذا العلاج المساك ما عندي شيء مساك عاد انا والله شربت شربه قبل يومين انت جالك صداع من البسباس جالهم صداع من البسباس احنا في دمر البسر يا سلام حسن حسن يعدي معك ايوه ايوه برافو عليك هذا البسوه انا يلا تفضل يا توفيق اول مداوي اول طبيب شعبي بيدك 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 انضم انا ما تنضم تفضل ايش برسل برسل والله ليك خليك ثابت خليك ثابت خليك ثابت يقولوا لي حاجبك انت وحظك انا صاحبها نزل يدك نزل يدك يا سفيان وصيت الوالد بسم الله خلاص هذاك لي اللي بعده اللي بعده تفضل يا انيس اللي بعده هي اللي ينفع ليش بتنتهي انا سفيان هو فلت حقه يلا هي جي جي جلو عايش تبلمتي جلس بعدك جلس بعدك ملك يسحب هذا لا يبى تقطع يا انيس امسكها بيدك حبه 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 انا عاد امسك راسك من هنا
فيش خفاف 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 ضربة ضربة خفيف أقول بسيطة والله والله بسيطة صد حسن ما زعلش مني لا تحارب يوزن لها السنتر شد يلا شد يلا نشاهد غمض ما إليك انت بس ذوق غمض غمض يلا لا هذه مغالطة لا لا هي مغالطة هو حق لا شيء يضرب هو ياخذ حقه طيب احنا اتفقنا انه يسحب الفليت لا انت مالك دخل كل لاعب كل لاعب عنده طريقته ميسي 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 ايوه ميسي تفضل وين رايحين تفضل يا تفضل يا استاذ قد حسن ما شاء الله ما يسحب لا لا تفضل يلا يا توفيق لا بس على فكره معك محاوله ثانيه تسجل ضربات جزاء انا تلميذك يا توفيق انا قلت انه تلغى عليه هذه العقوبه امسك يد باليمين ويد بالشمال خليه لا تشد خليه خليه يلا يد امسك انا مش الاثنين عليا هنا لحظه امسك هذه اليد هنا ايوه هذه اليد هنا شوف غيروا حلاك هنا ايوه صاحبي بيتعصب امسك هذه هذه ايوه وامسك هنا يلا شد شد ارجع هنا كذا شد عشان ما تجيش فوقنا هذا بتوجهني لهم عشان ما تجيش فوقنا بس يلا ماشي بعيده توفيق تفضل محاوله محاوله افضل شد الرب القوى دورك جاي بعده الحمد لله الحمد لله الرب ضعيف الرب ضعيف يا استاذ طيب الرب ضعيف النعامي ويوضع الوضع النعامي مبالغ شغلتها لو رجعها بعد انا زفك بن ريا زفه بنتعامل عليه الله الحمد لله يا اخي القدر معي الان واحد منكم حياخذ العقوبه بدل شيء ما خلاص كذا انا واقف انا يلا يلا احنا كذا هذا يلا تفضل يا توفيق سامحين خلاص سامحين وصحبني مضار سامح لا وانا سامحتكم ما بس داعي الله برافو عليكم برافو عليكم والله فريق نديله ملي عيب يعني ملي عيب هزك ريح فاشلين حتى بالرقم انه انتم يا شباب يعني حتى الان احنا فريق الصف ما دام ثاني ما يرجعوا انديلو انا خسرت شنو بس رجعوك قال فادر انديلو انديلو مشاهدي الكرام عودة إليكم فريق ملي عيب يعني إلى الآن وراء بعض خسارتين وعقوبتين وراء بعض شيماء عاد وعاد اللي جاي عاد اللي جاي أكثر إيش اللي حاصل يا شيماء بشايرك مين اللي يعني شوفي شوفي خلنا ناخذها قاعدة حسن الجماعي خمسة مواسم وهو يفلت من العقوبة لا هو أنا هذه المرة نحس عليه والحين قاعد خرج حقق خمسة المواسم والله لا نحس ولا خمس مواسم نفوله فوله أول ما بدأ كان يفول حتى أول ما بدأ ويقول العقوبات كان يفول عليه ما تجيش أنا إيش قلت لك أنا أول ما بدأ يفول أرتاح أنا لما حالي تخارج الآن أنا أقول لكم حاجة أنيس سيتسبب بخسارة الفريق هذا هذه الفقرة الله خرجك خلي سير سرعة سرد الله فوق السيارة فوق السيارة لو ما نجي أنيس أنيس قوموا بهل النيسة والله يسر خلينا نسمعكم يعني نغير شوية استعدوا طيب مشاهدينا الكرام فاصل بعد توفيق الأضرعي خلونا نسمع محمد النعامي في فقرة غنائية هذول يشموا نفسهم بعد الكوارث اللي حصلت والإخوان يستعدون للفقرة والعقوبة الجاية لأنه العقوبة الجاية مقارنة بالعقوبتين الثنتين مجتمعتين لعبة طيب كان عاد فهول في عقوبة من هولة ماليهم ما يتقحزوا يا الله يا الله يكون من نصيبهم اللي بحلو ولا حد يجبني خطيتي من جنب
بدرج أدعي ولا حد يجبني وإن كان قلبك تقنع منك وإن كان قلبك تقنع منك ولا الاستيعاب مع البسباس ما عبش هذا وصل الغنية عندنا هذه وصل الغنية وبعد تشوف الاثنين أغنية انتو ذا الحين عقوني اللحجي طيب طيب صاحب ما يسأل سفيان بتاع معنا الذهب هلا ولا مبلعش مالك ناهس تناهس والاثنين حسب الله على رقصه حسب الله تلعبوا كره ما هي رقصه يعني شوف هذه في عوامل السمنه من جهه والجلسه وما في رياضه الرقصه لحالها عقوبه احنا نزلنا ولا 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 شعر انا قلت لي كثير من الرقصه والله قلت لي كثير انا معي لسه ولا عند روحي
الله يعطيكم العافية. طيب الآن فقرة فنية بامتياز. الآن فقرة فنية بامتياز وهي تعتمد على قدرة الشباب على معرفة الأغاني، بعضها عربية وبعضها يمني وبعضها أجنبي. ف أجنبي أنت ونصيبك. لغات قرفة. لا يكون مكسيكي. أنا حبيبي يا باللغات. تعال بزباس. هاكت هاكت هاكت. لغة أمريكا. تمام. اللغة الإنجليزية. أيجوا. الآن. الآن الآن الآن. حيخرج محمد من هذا الفريق. ليش؟ ما عادش موجود معكم. ومن هنا بيخرج من عندكم واحد. هيخرج ينفعهم. خرجوا خرجوا واحد. أنا أطلع. ميسي. ما يدخلش من ضمن ال. من ضمن يعني. يروح. لا يجي لسه بقعد. يعني ما يشاركش. لا سهل عادي. أنا أطلع. مين؟ ويدخل بالعقوبة. ايوه حيدخل. لا بلا يعني يخرج بس العقوبه يدخل. تبقى تشتوه تستمر عتستمر بس العقوبه واصله. والله ما دام قديه بتقول عتخرج خلينا نوفر علينا عقوبه يكفي ميسي وميسي اثنين. طيب يعني وما يشاركش خالص حتى لو عرفت الحل. ما تشاركش حتى لو عرفت الحل. طيب اوكي. او تخلوها موجود عادي بالنسبه لكم الخيار هذا موجود. انتبه انتبه لا تكلمنا من الله. لا بيتحاكى نقول مين. لا عيب خلونا نركز. يلا يلا اوكي. ثلاثه ثلاثه. وهنا الاخوين العزيزين اصحاب ذمار يجلسوا على منتم وهذا بايخذ من عندكم. انت تجي لعندي خذ العود خذ العود اكسر براسه خذ العود اجلس هنا اجلس هنا اجلس هنا انا اجلس هنا وحوريك الاغنيه اللي حتعزفها الان. الاسئله موجهه لكم. تمام. انا ما داري كيف نظرتك. لا عندي حسن الموضوع. خلاص لا عندي حسن. لا عندي حسن. خلاص يلا حتعزف لهم الأول كوبليه. أول كوبليه. أيوة. هات الأغنية معي. أيوة. مش مشارك. اعزف لهم ما تكلمش بدون كان بس موسيقى. يلا معاكم دقيقة. انتبه الإجابة اللي حتقولها معتمدها. والله لانه معاه. لا 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 محايد. قبل مني بعد والله يعرفوها. ولا انا عرفت وصلت ليش كلمات. هيا ها ادفو زي وزي ما معاهم معاهم. انا اقدر اجاوب. لا لا اغني والله على لساني. شيلها عليهم بس اثر. غني غني معاها غني معاها وانت حتعرفها. اغني انا؟ لا هو يغني. ما لا يعزف والله ما يعزف. لا واضحه واضحه يا اخي. انا والله انا قريبه بس على البدايه. غني له يا مدير الغزل والغزل. كملتها. هذه خسرتوها. هذه خسرتوها. الله غني له. ميسي ميسي. أدرك تعيش اللمبو. والله خلط فيها. لا 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 العزف. لا 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 والله لهم ثاني فريق. يلا يلا الثانية معاكم. يلا 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 تفضل. يلا هذا هذا ادرو هذه بسيطه والله اذا ما عرفتوها فعلا معكم ملامه. يلا ارجع كم ارجع لحولك يا حسن. ارجع لحولك سبي ورد الربيع ما اللوز واقلبني والزرع أخضر والجهش ملاحي. ما أصحابي افضل. روح روح يا شيماء انت معاهم. بتقدر شاركيهم شوق الحنا بس في المعيشه.
شتكن مع حافظ والبتول نايم وقل لقلبي توب حرام عليكم ميسي ليش دحين غلط؟ لا لا صح واحد الان يعني محاولة ناجحة من محاولتين لا ذيك الأولى مش محسوبة وبعدين شيماء اللي يشوفها جنبكم يقول ثقافتها تركية ما لها دخل في البلد تركية فعلا ما لهاش دخل بالأغاني اليمنية في اليمن طيب الله صمالدي الله صمالدي شوف قزال شوف قزال تشكرات شوف قزال تشكرات يا فندي تشكرات قزال طيب تشكرات قزال شوف قد احنا حافظين هذا لنا ولا لهم؟ التكميل حق أول يلا هذه بسيطة الله يلا الله 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 شكرا أنا أفدي قلبك لا نسمع قاعد تبس صافت الله لعمة تبس لعمة تبس سر حبي فيك غامض سر حبي انا انسى الاغنية قدوم وش خلاني اعشق فيك والعشق انا باللحن ميسي ميسي يلا سر حبي فيك غامض سر حبي ما انكشف ايش اللي خلاني اعشق فيك والعشق تلف ايش اوقعني باشباك وانا عيني تشوف ايوه لا تعذبني والا صرت وتركت المكللك اذا ما فيك معروف ايسي ايسي برافو عليكم اثنين من ثلاثة برافو عليكم حنشوف الان يا قلت يا هو دخل يا رب وزار لا قال الان الفريق شوفوا جو انتوا كنتوا ثلاثة وما شاء الله عرفتوا من الثلاثة الإجابات إجابتين الان هم اثنين حنشوف ايش من ثلاثة وعرفنا الثلاثة هلا في ثقافة تركي مالش دخل مالش دخل بالأغاني اليمني طيب هي من ضمن الفريق حتتعاقب حتتعاقب ما في كلام ايفت انت ما قلتي يا استاذ بعديكم اي بالله الآن دور فريق انديلو 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 الآن فرصتكم تثبتوا عليهم اللعنة أو تستلموا دوركم مالي عيب مالي عيب مالي عيب يا الله يا الله انديلو واحدة ميسي أنا اليوم اشتيت بت أن إحساسك غلط أنا بيه قلنا انا شا اول ما قلت انا حاسس انه انيس بيغضب بالاول هو بيعرق اقسم بالله والله العظيم والان بيغلط بين احس بدي لك اسم اغنيه مصري يلا يا شباب يلا يا شباب اللي بالازرق ايوه يلا ريم وادي بانا يا ريم غصن قد فاقا ارزاني يا ناعس الطرفي يا بني يا ناعس الطرفي يا بني ولا رجع شي وطرفي عليك يا بتنا دمياني ولا رجع شي وطرفي عليك يا بتنا قلبي بحبك شاجي وبرام انا خلاص اللي بعده ساطر في والنفس ميسي ميسي مالي عيب انا كان غلط ان انا ما كنتش احضر وعراس كثير فزح فزح يا استاذ سياره سياره انت الحين اوقع شوتري ولا يلا تزعى حسن حسن سيارات يلا خيال حافظ شوتري سهلة ولا صعبة أنا أعتقد أنه سأله صعبة أنتوا حظكم إذا عرفنا إحنا نجاوب إذا ما عرفوش حاطيكم والله
هذه معانا طبعا يعني الأستاذة شيماء طبعا هي معانا أستاذ الفريق وبهذه النتيجة هذا باقي لهم أغنية ما لي عيب ما لي عيب باقي واحدة أغنيتين باقي واحدة ها أستاذ كذا تعادل يا رب لا هي هذه يا أستاذ هذا هذا أيوه 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 باقي واحدة. العقوبة. اللهم عارك بما رب العالمين. هذه صعبة. خلاص 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 كريت. يلا روح. روح. كيف السفر بشر حبك معي بالكيزاني طبعا هذه صار لنا شيء ما جاوبت قبلهم بتلذذ بذكرك في بلادي في مكاني والسفر انت عسى عاد بتذكر وداني كنت ناسي يا ما ناس جم مثلك تناس الوداد تخيل بنلتقي في ساعات بنلتقي في ساعات ميسي 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 دعين علينا عقوبة صح إذا المشاهدين الكرام يعني ناخذ فاصل نرتب فيه الامور باقي معنا فقرتين مهمين جدا وما زالت العقوبه ولعنه ميسي على فريق ملي عيب ايش العقوبه الجايه خلوكم معنا بعد الفاصل ونواصل معكم تابعوا عودة اليكم مشاهدي الكرام في ساعة صفا واثناء الفاصل يعني الأخ توفيق الأضرع احتفالاً بالفريق الثاني وزع علينا شوكولاته وحلويات جمعت حلويات هل دخل حق العاقل كم باقي شوية طيب العقوبة الجاية إيش تتوقع في سلة وفي كرة حسن ودخل داخل السلة هذا ميسي جاب الكرات حقه أتوقع أن احنا نخافهم حنشوف قدرتكم على التصويب الفريق هذا والله صوب الله أكبر احنا أربع تصاويب تفضل معايا في عام 84 انا كنت انا في روسيا الاول هي قبلي بالفن رئيس الفرقه انت قبلي بالفن تفضل اطلع خلينا نصور مو شيء منه تفضل صليت معي لا خليك واقف هنا تمام انا ضارب اكثر النظاره في اول ضربه هسه ابعد 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 النظاره نحن هسه تفضل اكثر النظاره في اول ضربه خليك كذا خليك كذا ارفع راسك لا تنكعش الكره اذا نكعت بتتعاد الضربات كلها لو في حجر احسن صح خليك على ما انت اذا نكعت من فوق راسك ما زاني اللزق لو في حجر احسن حجر لكل واحد منكم ثلاث رميات تحاولوا تصيب الكره بس اشوف اصابتك للكره تعني اعطائك فرصه ثانيه والله اذا اصبت غير الكره تنحسم عليك لا بتعال من هنا من ورا عشان الشيء تكون قويه ضبطوها على راسي سواء انا الحين مشلوق ضبطها انت الكرة. ضبطها لا يا اخر يا ولد اخر بسم الله كم كرة تسوس فيها اضرب مع كل واحد ثنتين اضرب يلا بسم الله اوه شفت وغير خافع من جنبها جزعت نكعت لا ركز يا توفيق اذا جاب بوقه اضرب الله برافو عليك يا توفيق هذه يعطيك واحده كمان اضافيه يا استاذ ثبت هو على وجهه بعدين قوي الكره حتضرب الكره تعطيك ضربه اضافيه راحت يلا اللهم لك الله لا ما ايش كسر هناك محمد لنا طويل انت موتف قصير انا ما خلص على ما اسخش على وجهك ما بيوصلوش محمد النعامي يلا ما اسخش على وجهك انا وما رميت ولكن الله رمى قلت هذا شيء شرقوب يهودي هذا ممثل يلا محمد الحمد لله محمد النعامي بجاء الحمد لله انيس انيس كيف حالك
هذا لحظة يا أستاذ ما تهم الكرة ما تقبلش أنا يا أستاذ الله يجي قرب لا 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 أجل أنيس وبي أنيس هات الكرة هات الكرة يا أستاذ سفيان هذاك 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 حرمتك إيش وعده لحظة يا أنيس يلا أنيس هات الكرة والله أنيس بداية هيا أنيس لحظة يا أنيس وجهي عاد أنا بحاجته اصبر يلا أنيس بقوة قوة يا أنيس والله من قلبه أنيس أنيس من قلبك أنا باقي لي بعد يا أستاذ سفيان اللهم لك الحمد سلم تفضل يا حسن أنا والله مقبل أنا حسن كانت نيتي مش الكرة تعال يا حسن ما بتوصلوش أنا بعيد أيوة الأستاذ حسن تعال يا حسن حسن الأول أنا استغضي عمو حسن حسن عمو أبعد النظارة يا حسن أبعد النظارة ليش أبعد النظارة ويقول لك إذا جاءت في مكان غير الكرة يستقضي اللاعب لا 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 ما فيش والله أبعد النظارة أبعد الشمس أبعد النظارة أبعد الشمس أبعد لك الكرة تخذ الجامدة واحد توفيق لحظة يلا اثنين توفيق غير موفق لا هذا بعد النظارة بنا بعد النظارة ما بعدي والله ما بعدي ما فيش بعد أنا مشت شكرا ما فيش مشت شكرا غمض يا حسن غمض يا حسن غمض يا حسن تعاد 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 وقف العيد لا صبح استخدمت يدك أنا والله العيد لا صبح يدك وراك يلا يلا يدك وراك لا النظارة كذا بشوف شنو يقول يدك وراك أيوة لا ترداش بيدك أيوة لا ترداش بيدك ممنوع تستخدم يدك أنت رجال أنت رجال حسن والله انا استخدم يلا صبح هذا واقف معكم ممنوع استخدام اليد يا حسن اللعبه انه يلقم الكره انا خلاص بدي يد يلا 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 الكره غمض 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 يلا يا غمض يلا تمام انا شغمض انا مغمضها يا ويله سلاح يدك خلاص يلا يضرب والله ما اقبل انا والله ما اقبل يلقمني بالوجه معك انا بس انا لا بكره يلا تفضل يا توفيق انت اخذت حقك توفيق زلك زلس انت باقي واحد انا زلك توفيق شبوني يلا محمد 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 باقي الكره باقي محمد يلا يلا هات الكره شيماء ما تجيش كره هم ما يلقوش الكره اصلا نلو الشروج نعد اكون اخفعك وجه غير يلا تفضل يلا يلا ما سارت عليك الكره لحظه اذا محمد ضرب الكرتين ضربت الكرتين في الكرة بعطي حسن فرصة ثانية أنيس 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 حبيبي إذا ضربت الكرة إذا ضرب وجهي لا إذا ضرب الوجه أنيس مكاني طاعة الكرة طاعة الكرة طاعة الكرة مقبولة أنا قلت لك لا استرفع ما قلت لك ترفع ما نحر يا شو لا ترفع هو هو استهدف الكرة ما حدا ضربه خلاص محسوب عليك محسوب عليك إذا جبت في الكرة أنيس يرجع اها ثنتا لا لا حق علي والله كانت حق انيس انيس والله يعني والله طبعا طبعا مشاهدي الكرام هو كان المفترض انه نفس الوقفه هذه توقفها شيماء لكن لانه شيماء تنتظر حدث سعيد بعد سبعة اشهر ان شاء الله واحنا مسامحين سنسامحك في هذه المره من العقوبة احنا نسامح الله عنا عبد ما شاء الله عليكم ودعواتنا لك دعواتنا لك انه ربنا على قولة المصريين ينتعك بالسلامه ويرزقك الخلف الصالح ان شاء الله ان شاء الله طيب والله واحد غير يصيبني بالوقت شباب شباب هذا الوضع استمراريته يعني مؤشر خطير ثلاث مرات لانه زي ما شفتم في واحده من العقوبات والله قاسيه لا لا بس في بعض اول مره يعني انا استغرب حسك ما يصيد يعني احس انه في بيننا ثأر بينكم جنب جانب على جنب ايوه ما جانب جانب على فكره الان راح نعرف راح نعرف منه اللي كان منكم يعني تنح في الرياضيات اي مدرسه امانه من اللي كان في الرياضيات هذه سيئه عنده والله اني كنت ذكي ما وصلت لثالث ثانوي كنت شاطره في الرياضيات نسيت الماضي سيئه ليش ما كنت احب الماده هذه لانه في تركيا الارقام ثانيه مش زي ما احنا ارقام ثانيه على فكره تعرف تركي الارقام التركيه اعرف تركي وابن محمد وعلي كلهم جيراني بيت التركي عد فند معطله تركي عد من واحد الى عشرة بالتركي بعطيك ال انا بالفرنسي لا بالفرنسي ما عنده دغوات كات سينك سي سي ديز ها اول حاجه غلط عنده ما بشان دو 3 4 5 6 8 9 10 11
Je parle français, oui, هذا اللي تنحافظ عليه. Tu peux. Je te prie. Adlam ibn Mari. اي كذا. ابن ماري. كاقول انك ممثل بالفرنسي يلا. طيب يا شباب الفقرة الان حنعرف اسمها جدول الضرب وحنعرف فيها كيف مستواكم في جدول. يعني الطرفين لو الفريق احنا بدأنا هنا حنرجع هنا. يلا. انا غنيت من باضلي من الرياضيات. يعني بتقول لي الان انه مستواك سيء. انا اكره الرياضيات. ويكلمت اني تكرهك ما عندنا من نصيب ما بش نصيب ما بش نصيب احنا معانا جهل ما يصبرش احنا معانا دقيقه والله ما بلت صعبين انا لكل فريق دقيقه يا شباب نجاوب الكل ايوه نجاوب الكل واحد ايوه دقيقه نشوف في الدقيقة هذه كم بتجاوبوا سؤال تمام؟ تمام يعني والحكم والمخرج هو يشوف كم إجابة حتجيبوا لنا صحيحة يلا أوكي معاكم دقيقة ومعايا لكل فريق يمكن حوالي 20 حلو 20 أي سؤال 20 سؤال لا لا الكل وانت عد لهم كم يجاوبوا نشوف من يجاوب أكثر إن شاء الله خير يلا من اللي يحب نبدأ من هنا بسم الله ابدأ لنا دقيقة أعطيني إشارة نقدر نجاوب عليهم؟ لا همشي اجاوب عليه مره لا أصل. لا يلا عصام ابدا اعطيني اشاره المخرج يبدا عشان نحسب ال 60 ثانيه 7 8 49 غلط 11 في 9 99 صح 9 في 8 72 صح 6 في 7 6 الله يا استاذ حسن 3 و ثلاثة واربعين غلط ثلاثة في تسعة أربعة واربعين عفوا دوس كم غلط لا 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 ثلاثة في تسعة ثلاثة في تسعة سبعة وعشرين صح 11 في اثنين 111 في اثنين 111 في اثنين 222 صح سبعة في تسعة سبعة في تسعة 63 صح ستة في ستة 36 ثلاثة في ثمانية ثلاثة في ثمانية 24 صح أربعة في ثلاثة 4 في 3 12 صح 80 في 2 160 صح 74 في 3 74 في 3 74 في 3 100 خلاص انتهى الوقت كم 220 كم عندنا 223 معاكم ثلاث اجابات غلط من 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ما شاء الله 11 ما شاء الله انت مشجع يعني 3 من 11 ثلاث من 11 غلط ركزوا يا توفيق معاهم ثلاث اجابات غلط من 11 يعني الاخيره طلع صح ثمان صح ثمان صح دوركم دورنا شوف هم ما استغلوا الوقت جلس يفكر ايوه نحن لها لا تفكر لا تفكر ثمان صحيحه من اصل 11 ما في الا الحالي الخبراء علمي ادبي وانا علمي طلعوا كذا الفريق انا ارسم لك جدول الضرب لا مش دخل ارسم لك جدول الضرب اما يلا سب هذا الحساب واحد اثنين ثلاثه سته في سبعه 48 غلط 33 في 9 هو من رسم عضوية الجدول باس 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 33 في 9 باس اللي بعده باس 9 في 8 9 في 8 باس باس لا بكره الصبح 6 في 7 6 في 7 3 في 9 3 في 9 27 111 في 2 7 في 9 سبعة في تسعة بسبعة سبعة هذي غلط ثمانية في ثمانية أربعة وخمسين ثمانية في ثمانية ثمانية في ثمانية أربعة وستين غلط أربعة وستين خمسة في ستة خمسة ثلاثي غلط ثلاثة في ثمانية ثلاثة في ثمانية أربعة وعشرين صح ستة في ثلاثة 18 صح 76 في 2 76 في 2 إجابة غلط طبعا بكل بساطه الفريق الفائز هو فريق ملعب ادبي ملعب طبعا اسئله بسيطه ملعب ما تفهمش بالرياضيه لا تزنطش ها خليناكم تفوزوا محمد ليش كرهت الرياضيات خليناكم تفوزوا ايوه ايوه علشان الاخت بس مشاكل خيرات حسابات خيرات مشاكل خيرات ميسي 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 تفضلوا يا شباب واثنين من ذمان تفضلوا يا شباب يو هناك هناك تعال عندي حط من هنا كرم الضيف حبيبي يا كريم اهلا وسهلا بك اهلا بحضرتك
اجلس 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 اشرب والله انا اشرب حناكن حناكن اللي فقفته. انا بعطيك فرصه تشمي تقولي لي ايش هالماده هذه. تعرف اي شيء؟ كلوركس كلوركس عادي تنظف المعده. اه يابا والله العظيم علشان علشان بس الله يعينك. في حاجه مدري ايش والله ما مش قادر اقولها يعني. هذه مش ماده واحده عاد احنا عن زغجها. جهزوا لها الحمام يا شباب. طابت نفسك والله العظيم انه برافو عليك. يلا طابت. ميسي ميسي ديلو ميسي ديلو ما يلا يا ميسي. يلا ميسي يلا مسط ايدك قربه فاير. يلا يا انيس يلا انا في حد الله هنا أنا شمو فلاش ديلو. انا حلتيت حلتيت روعه. اوه بنسلك الجني اخرج من عندي لعندك. الجني الجني يلا يا انيس يلا يا انيس وربعك خلاص. ما حد فيك ما جهدي هذا حلو للتخزيس. ايوه حالي اليوم يا انيس يلا نرويكم ان لو ما شربت ايش اقول. لا بتاخذ دبل كميه. ما لكني شو فريقه بسم الله سيئات عام يا استاذ. هو فريقه بسم الله ما اقدرش والله والله انت اخر ريحته زي اذا يا استاذ تجيب له الكرات ويتعاقب تاخذ عقوبه بداله الكرات وكلنا بسيط هو ربعك خلاص. شربة واحدة شد يا انيس انيس شد نخرته وشربها. النفق اجمالك يا صاحب عز. ما اقدرش اقربها من يا صاحب عز. لا تشوف لا تشوف. ميسي ميسي نيلو. الله شوف الحانك. يلا يا انيس يلا يا انيس ماشي والله. انيس قد كان يعايق من قبل ما يجي الكلاس. الناس يشوفوك اكلت اكلت بسباس والله ما انا بقول اشرب. اديك بدله من هذاك. بسم الله بسم الله توكل على الله يعني. ايوه سد نخرتك واشرب الساعه 10 ولا تخليني نطفى. يلا ها حلتيت ملتيت الدوله بالدي طرش. يلا يا انيس يا استاذ شو بده العقوبه؟ احد يتبرع بدله توفيق تشرب بدله خلاص. اذا الجن اللي هنا خرج ما هذا هو توفي 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 لعله شرب مره ثانيه يمكن يرجع. خلاص يا استاذ من له عقوبه ثانيه. خذ عقوبه ثانيه موافق. الكرات الكرات كلنا احنا نراقب. هاتوا له الكرات. يلا عقوبه الكرات. تعال يا انيس مش لا لا انيس 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 يا شربت الحلتيت يا اكلت الكرات. لا تعطيهم فرصة يتشوفوا فيك وشرب الحلو. عادي عادي اعمل بلا شرب. تعال هات الكرات هات الكرات. والله اسقى معي بس كلنا يا استاذ كلنا بنقوم نرجم صح؟ يلا ايوه لا لا ايوه ايوه لا كلنا ثلاثة كلنا شربوا اثنين مع لا شربوا دماغك اشرب. يا انس اشرب صدقني. لا تخليهم لا تعطيهم فرصه يتشفوا فيك. انا هذه نصيحتي اللي اقولها. ماشي ما يا خالد اشرب 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 لا تشم ما اقدر والله ما اقدر لا اشرب اشرب ما اشوف. يلا 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 ابعد النظاره ابعد النظاره. ما راح انت هذا انا يلا يلا بسم الله الرحمن الرحيم. تدخلوا به نشوف الان. لا بس الريحه الريحه بالضبط. انا مش حق صرني وانا عنيف قوي ريحته. حنشوف الان حنشوف الان حنشوف الان. اذا نزلتوا الكره تجي لي كره ثانيه صح؟ ايوه ايوه اتفكر وجه الكل حسن في الحته اللي فيها. لا ارجع ورا ارجع ورا ارجع ورا من ورا الكرسي من ورا الكرسي. ليش؟ انا انزل يدك فلتت فلتت. هو قالوا ما مش في الواجهه. ايوه حمايه حمايه صح مالك؟ يلا بو مكان ثاني اخس. إذا فلت الكرة لا ابعد يدك يا أنيس ابعد يدك احنا خليناه يبعد يده. أنيس ابعد يدك لما هذا وبعدين طلعه. أيوه عادي أنت وسرعة ال يا وسخ. راحت عليه ضربة راحت عليه ضربة راحت عليه خلاص نحلها. باقي واحدة بيت نص ساعة خليه يتنص ساعة. أيوه أيوه يلا ابعد يدك وراك يدك وراك يا أنيس يدك وراك. ديلو يلا نزار شيما 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 القم بدله عادي طيب. انا سامحتها شيما قوه قوه بسرعه بسرعه نزار
ايوه حلو يكفي الارهاب اللي انت فيه الان باقي له ضربه باقي له ضربه يلا الظل اللي انت فيه الان ولا شرب ولا شرب باقي ضربه اضربها دقيقتين سامحه مزاك ضربي عشان ما ضربيش حجر سامحني اول عادي انه اسامحه صح شوف 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 الثقافة التركية يلا يلا ثقافة التركية سامح يعطيك العافية باقي 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 واحدة سامح سامح واحدة بس باقي واحدة بالثنتين طلعهم فريقي يعني ايش تعمل يعني ليش تحصد طلعهم فريقي مشي فريقي بس صدقني يا حسن العقوبة هذه حقهم اللي أخذوها بالثلاثة العقوبة حقهم اي والله بالذات هذا اللي يدلع البسباس ادالنا طاقة توفيق توفيق مع الذكر منه اللاعب ميسي 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 اليوم زيكو ضد ميسي بس ميسي لكم خلوا العقوبة للأخير إذا وصلنا 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 للفقرة الأخيرة يا شباب يلا هذه لهم وصلنا للفقرة الأخيرة اسمها أو عنوانها على السماع الموسيقى أو أنا مش سامع سموه اللي تشتو على سماع ولا انا مش سامع واحد زي الاطرش بالزفه حت ايوه او نسميها الاطرش في الزفه من الحين حلوه الاسم عاجبني حقوق في واحد منكم حيكون الاطرش في الزفه تمام اصحابه بيقروا مثل ويقولوا له المثل وهو طارح سماعه طبعا هو ما راح يسمع شيء لانه بيسمع اغنيه وصوتها كلام مش اشارات كلام كلام مش اشارات ايه. بس بالصوت العادي مش حيصيح عادي, عادي. عادي. مسموح لك بصوتك ويدك يعني هو يعرف هو يعرف قال ويدك آية. يعني مش بالإشارة قال ويدك ما مش إشارات صوتك وإشارتك تمام دخل نفسك بمواقف بيخة يلا حنبدأ بما إنه العقوبة الجاية لك حنبدأ بما إنه الفريق اللي بدأ الجيم هنا أنتوا حنبدأ من عندكم يلا توفيق إذا مشاهدي الكرام توفيق راح يكون أول أطرش في الزفة خلونا نشوف الزفة بعد الفاصل خلوكم معنا مشاهدي الكرام عودة إليكم قبل الفاصل تعاقبوا فريق انديلو وعادة الروح المعنوية شوية لما لا يعيب الآن الفقرة الأخيرة أو الجزء الأخير من حلقة اليوم في فقرة الأطرش في الزفة واحد حيقوم زي الأطرش في الزفة والجماعة حنعطيهم مثل يقرأوا باللغة العربية الفصحى أو بالعامية وعليهم أنهم يشقولوا المثل هذا لزميلهم من غير ما يرفعوا صوتهم كلام عادي وممكن تشرحوا له بيدكم تمام؟ تمام يلا مسموح لكم تقولوا المثل بفمكم مرتين لكل واحد مرتين مرتين تفضل أكثر من كذا لا فحاولوا تشرحوا توفيق يلا توفيق ركز يا توفيق دقيقة واحدة من الآن فعو الذي ما يعرف البخور يحرق به يحرق ثوبه الذي ما يعرف البخور مرتين بس هذه الثانية خلاص مرتين طيب ما قد كمل كمل ما بتقول ارجع الذي ما يعرف البخور يحرق ثوبه ما يحرق ايوه عرفت الذي ما يعرف ايوه لا تكلم لا تكلم اللي معه البخور البخور الذي ما يعرف البخور يحرق ثوبه يس يا سلام عليك برافو عليك المثل غلط جاب صحيح يحرق ايش هذه اول واحده صح توفيق ايوه ايوه هذه اول واحده ايوه يا كيف سمعتها توفيق واحد ثاني ميسي ميسي يلا يا انيس يلا يا توفيق يلا يا توفيق يلا يا توفيق انيس انيس بعد المثل اسمع يلا يلا المثل الثاني انيس انيس دلع 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 ما رزق ياتي لجالس ارفع ما رزق ما يرفعش الصوت يا استاذ لا ما ترفع صوتك كلام عادي ما رزق يأتي رافع صوته رافع صوته رزق ياتي لحادك
ولا لبن من دجاجة. لبن لبن من دجاجة ما يجيش. كيف الرزق؟ رزق رزق ما يجي لحاذق واحد. الرزق ايوه ما يجي لحاذق. ما يجي الواحد. ما يجي الواحد حاذق. حاذق ما يجي الواحد حاذق. ايوه الرزق ما يجي الواحد حاذق. بضل ولا لبن. اللبن من دجاجة. واللبن ما يجيش من الدجاجة. ما يجيش من دجاجة. الله الله الله. الرزق ما يجي من واحد حاذق واللبن ما يجي من دجاجة. المخرج يقول تجاوزت الوقت وخسرته هذه المرة. ما لي عيب. ما لي الوقت. ما رزق يجي وهذه خسارة. ولا لبن من دجاجة. كيف عصدته ابو عصدته اللي قاله اديناه. يلا 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 يصيحوا جاد لانه بيخترق الصوت. لا تصيحوا ممنوع الصياح. ممنوع الصياح. يلا الاخير الاخير الاخير. ماشي. وضع السماعة. وضع السماعة بدناك أكثر. ها؟ طلع بدناك. ها؟ 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 بعد السماعة وقرا. لا اسمعي يا جماعة. هاري. افهم. صبرك على نفسك. ولا صبر الناس عليك. ما بنسمعش. صبرك على نفسك. الصبر على نفسك؟ ولا صبر الناس. والصبر على الآخرين. غلط. على نفسك. ولا صبر الناس عليك. وصبر ولا صبر الناس علي. أيه. لا ما جاب المثل صح. لسه. أنا الآن دوري. هذا ما ليش. صبرك على نفسك. صبري على نفسي ولا صبر الناس علي. صبرك. صبرك. صبري. صبرك. صبرك على نفسك. على نفسك. ولا صبر الناس. علي. ولا صبر الناس. علي. علي. يا سلام علي. يا سلام. برافو. احسبها لكم صارت معاكم اجابتين من ثلاث محاولات. احسنت يا حمودي. الان تفضلوا واحد منكم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل. تفضلي. انا صوتي باين اخترق انداري من دون. يلا دي القواعد. دي القواعد لما يبدو قواعد. يا نبدا. اي تفضلوا. من يريد. من يريد. من يريد. من يريد. العسل يصبر على لكسة النوم. يصبر على لقصة النوم. من يشتهي العسل يصبر على لقصة النوم. الله يا سلام. ما قال اشتهى. قال من يريد. هو نفس المثل. لا لا لا. مقبولة. مقبولة. المخرج يقول مقبولة. واحد صحيحة. واحد صحيح. أزيد أوفي الباقية تنقابل. وش تقول عقاب. يلا غير. غير. أنا دوري. هو الأغنية قوة. خلينا نكمل الغنية. اشرحوا له بسيطة والله. من اصطبح والله ما بنسمع. لو لا تسمع. من اصطبح بكذبة. ايش؟ من اصطبح صبوح. صبوح. من ياكل. لا صبوح. من اصطبح بكذبة. من جمع بلقمة. لا من اصطبح. من ايش؟ صبوح غدا عشاء. صبوح عشاء غدا. صبوح. صبوح. من اصطبح. الصبوح الروح. لا من اصطبح. غدا ما بيصح. غدا والغدا صبوح. احنا ما هذا مش صح هذا. لا بنشوف. من اصطبح. ها؟ من 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 اصطبح. من اصطبح. من انت بكذبة. كذبة. من اصطبح بكذبة. الوقت يا هسه الوقت. خبزة. طيب. كذبة. بكذبة. من اصطبح بكذبة ما تعشى بها. من صبح. كذا ما تعشبها. ما تعشبها. خلاص. إجابة غلط. من اصطبح بكذبة. ما تعشبها. خلينا نكمل المثال. من اصطبح. الأخيرة. المحاولة الأخيرة تفضلي. ما تعشبها. الأغنية حلوة. يلا 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 يلا. يلا شيماء يلا. وروضة جابت التركي بس إن شاء الله. بسيطة. والله لا تعتمدوا على الكلام في هذه. اعتمدوا على الحركة. أنتم ممثلين. إن شاء الله. العالمين. الحركة حتوضح لها. توضح لها المثل كامل. أوكي. تفضل. جناني خارجة. هلاك يا عاقل. هلاك يا تفضلي تفضلي. تفضلي. بسيط بسيط. ميسي. تعادل. تعادل. الآن التعادل. جيبوا لنا مثلين. يلا 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 مثلين. الإعداد. طيب إذا مشاهدي الكرام الآن الفاصلة من منكم حيطلع؟ اللي غلط.
يلا خلي حسن ومسك. لا مش حسن على حسن رايك حسن غلط. اذا وهذا وهذا الكلام اللي غلط اللي غلط اللي غلط. الفريق فرصتنا اللي غلط انا هو محمد عقوبه انا هو محمد ما نحمس عقوبه يا طيب طيب لحظه يلا نقابل على الميكروفون بس ايوه اللي غلطوا اللي غلطوا هم اللي يطلعوا ميزي يلا المثل يا شباب مش مستعدين اجيب من عندي شيف بحك ما انا قوه يلا 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 ارجع ورا ارجع ورا يا ارجع ورا ارجع اوكي لا يلا ارجع يستاهل يستاهل ايوه يلا اها ايوه يستاهل البرد اوكي هذا ديده هذا مره يستاهل البرد من ضيع دفاع الله يا سلام إذا المشاهدين الكرام الآن إحنا بعد ما استطاع الأخ نزار إنه يحل المثل الخاص فيه ميسي 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 نصل إلى المثل الأخير مع المجموعة الأخيرة واللي ما استطاع يجاوب قال الأخ العزيز والله هذه شغلوا له لهجي إيش هي عاد ما شغلش غنية يلا ما قد اشتغلت شغل يرفع على الصوت ارفع ما اشتغلتش اوكي اللي طالع ودي نازل اللي فوق حطي شويه يلا اصحابي يا مطري عز القبيلي بلاده ولو تجروا بها عز القبيلي عز القبيلي عز القبيلي الوقت عز القبيلي بلاده ولو تجرعوا بها الله الله عليك عاشو يا سلام عليك وبالتالي تنتهي هذه الفقره بالتعادل ومعناته ما دام ان الحسم كمان ايضا انتهى بالتعادل معناته انه الامور يعني بس النتيجه العامه النتيجه العامه 3-2 ايوه النتيجه 3-1 تعادل قد نسينا الاولات اذا المشاهدين الكرام نخلص من هذه الحلقه الجميله ب فاصل بعد الفاصل حنكون مع حسم من نوع آخر وهذا خلوه في الحلقة الأولى استثناء أتحداك تضحكني فاصل من الزبج زباج من هنا وزباج من هنا وكل واحد له دقيقة فاصل وراجعي عودة إليكم مشاهدي الكرام في الحسم أتحداك تضحكني زباج من عندكم وزباج من هذه الجهة ولو أنه هذه الجهة يبدو أنه محسوم الغلبة فيها عندنا اسمي بالضحك و... تضحك عليكم الصمود شوفي عليكم الصمود لمدة دقيقة أنا ما نضحك بس ما تضحكوش سهل هذا بس كيف بنضحكهم ميسي 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 ما تضحكش يلا مين حيبدأ؟ طيب هذه تروح لا والله ما تفضحنا هي قد تضحك تحدك تبكيني عندها ايوه تضحكني على طول مستعدة مستعد تضحك من دون شيء افصلي افصلي ما عادت تضحك افصلي 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 يلا لا نشوف والله هذه المرة ما عاد ارحمك تقولوا لي حامل ما حامل والله حتعافى يلا احنا نبدا واحد منكم يبدا تفضل يا توفيق معك لا خون كون تعامش يا اخي صبي كذا روح يلا هذا واحد بدا وقتك بدا وقتك ان شاء الله شباب هي ركزوا لي عندي يا بالله 5 4 3 2 هذا واحد دخل من البلاد اشتري تلفزيون تمام قالوا اشتري تلفزيون من الاول ضحك ضانا ضحكت يا استاذ ضحكت ضحكت خلاص احنا ضحكت نصور انا المشهد والله ضحكت انا لا ضحكت خلينا كمل خلينا كمل النقطة يا زبير كمل النقطة أنا دخل من البلد قال اشتري تلفزيون من الأول صلى عن صاحب المعرض قال شي عندك تلفزيون من الأول قال هذاك أيوة قال ده الأصفر يا غوبي يلا ومن حكي قدامه ميسي 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 شايمة شايمة يلا 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 واحد منكم يا شباب شيماء اخترنا شيماء احنا اخترنا شيماء ضحك له يلا يا شيماء والله شيماء ضحكوا من شاني ايوه يلا يا شيماء قومي طب ايش اقول اي حاجه دي نكته زي ما هذا طلع الدنك تحبل انا بمسك التوفيق وانت عاد تضحكي شوفي انا اقول لك حاجه شيماء شوفوا واسمعوا من هو الحلقه الاضعف فيهم ايوه يا اخي والله حكم بزنا اي حاجه انت انت وحده مش معيك
والله انا شفتكم انت حسن ما شاء الله حكوش عناد هذه والله لا يضحكوا قد يسامحونا كل ساعه قوم انا انسى حسن تقوم هي والله يلا نزع قوم يضحكي بس قوم يضحكي انا قمتوا انتم يلا شيماء الوقت والله ما حيضحكوا الحل الوقت طيب اطلع الوقت حيموت اطلع شباب طيب اطلع طيب اطلع هنا يلا انا بخليهم يضحكوا انت واقف قومي والله اطلع يلا يلا 5 4 3 2 1 يلا يلا بدأ الوقت ضحكوا مبتسم مبتسم لا عليك اضحك اي بس اي شيء لا لا مبتسم محمد مبتسم اديني كتاب التركي يلا اضحك يلا عادي سبتي على طول ضحكنا هذا سامح مالك يا محمد عادي لا لا عادي واحد من عندكم يلا واحد من هنا يلا لا خلاص غير الثاني لا لا يا اسد شوف حاجه ثانيه غيرها خلاص خلاص والله حاجه غيرها والله يلا حسن انيس خليك لما تدلل لا ما بدك توصل انيس حاجه عوائل هناك عوائل لازم نظركم لعنده نظركم لعنده امسكي نفسك امسكي نفسك ما عليك من ميسي ميسي والله صامدة والله صامدة والله صامدة برافو تذكري أسوأ أوقاتك البسباس كل حياتي سيئة البسباس مش حضحك انتهى الوقت حسن ولا نزار يلا حسن ولا نزار يلا وضيعة يلا اذا صمد واحد منكم تنتهي بدأ الوقت تنتهي خلاص انا اكتلب من درجه ثواني كم 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 بدأ الوقت دقيقه صح دقيقه واحد اثنين ثلاثه انيس انيس معك رقم انيس اضحك بس معك رقم انيس انيس كانوا ما لا تدي حاجه جنب الطاحون جنب الطاحون يا انيس جنب الطاحون لما ده وقت بعدها ركز لك نزار 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 ركز لك رجلك على سبة الدوخة ركز مع هذا الأخ هنا طيب محمد النعمي محمد النعمي خايف الجمهور يسمعوا محمد النعمي اسمع مالي عيب يا محمد يضحك يضحك شندي شلقة عشان أطلع عين من جديد محمد يضحك والله أنك شتضحك قامنا أسمعك أماني شكليت توفيق ابتسم يا جماعة توفيق ابتسم لا واحد صدموه يعني بيجي حادث صاحب كسرت رجلهم دخلوهم المستشفى صاحبان يصيح صاحب بيجبر رجله بيقول لها كيف صحت وانا ما صحت قال وانت مش ضروري تدي له رجلك المريضه ابتسم لا ابتسم مش حلوه والله ابتسم والله ابتسم والله ابتسم تاب خلاص الفريق الفائز ميسي 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 قوي 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 اذا مشاهدي الكرام حسمت اذا مشاهدي الكرام والله حسمت هذه الفقره بانتصار كبير لفريق انديلو انديلو اللي فايزين على ملعب هاتوا الشبيبات الشبيبات يا شباب سامح اول وحده هي تتعاقب تتعاقب شيماء اول وحده سامحوها يعني سامح الفريق كامل نعم ما له سامح انتهى الموضوع نقرح على الشبيبات الثلاث ميسي ميسي إذا المشاهدين الكرام الآن وصلنا إلى آخر الحلقة عندما يعاقب فريق ملي عيب وأول واحد ملي عيب وأول واحد حيتعاقب هو نزار السنفاني يلا يا نزار بسم الله بسم الله امسك البراسة على الجن صلي عليه صلي عليه أول واحد لا لحظة لا خلاص اجلس يا نزار هذه بدلي بدلي اللي بعد لا تنسح بعده يا نزار ما ماذا خلاص يلا انزل هي يلا اللي بعده البس يا استاذ هي 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 البس انديله بحاجه اوه ثاني واحد حيتعاقب اللي هو حسن الجماعي باقي ابره ثانيه يدي لي حقه ها ها هم ثلاث كل واحد معه واحده يلا والاحمر للاستاذه يلا سرسر يا استاذ يلا حسن كيف تريح لا لا عشان تعالي تعالي يا استاذ تعالي هذه حتتعاقب فيه الحين ولا تعالي تعالي يا استاذ تعالي طيب حمام احسن ايوه والله والله ارجع مره ثانيه شوف شوف ارجع مره ثانيه يا محمد تحت لفوق عشان يجي كذا ليش ايوه هكذا
راح يدبس كذا في قلبي ولا من هنا اه خلاص فكيت من بس انت تضرب لا جاء من هنا ها انت خليته تضرب بس احنا غيره يلا 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 هناك 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 اقدمي عشان لا تجي فوق الكنب اه انت لحظه اقدمي يا شيماء شيماء لا هنا اقدمي لو سمحتي غمضي عيون ايش غمضي بس يلا 5 4 3 2 1 الله انجيلو واخيرا حسن الجماعي انيس يلا يا حسن انيس تعال يا حسن انيس مسكها مسكها في مسكها في الجلس يلا تعال هنا عادك لا جاف ايه صاد الشيء ما ادرينا قد سامحنا غيره الختام الختام كذا اغسل كذا سامع فرق زيت يلا من هنا من هنا هسه ابدا 4 3 انيس غض 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 رجله هذا نظارة هذا نظارة مش انا مشيش بالنظارة ايوه انا مش احنا ما نمشيش بالنظارة ما نمشيش بالنظارة خلوها 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 اسمعوا نصيحتي خلوها اقوى قوة يلا رحمة بك يا استاذ حسن يلا نازل اشتغل ما صعب الكرة ها يلا 5 4 يلا يا حسن يلا انيس بس على حسب هذا يتوزع هي معهم انيس ليش لف وجهه؟ لا تلف لا تلف يا حسن لا تلف يا حسن ما لفيت شفتوا من بعض غمض 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 الله يلا ابعد النظارة ابعد النظارة ليلي يا ليه ابعد النظارة من الحين الله الله حسونا الله حسونا حسونا الحين الدبوس هذا لمين؟ ابعد النظارة والله انه النصيب الاكبر ابعد النظاره ابعد النظاره كذا تمام سنديله اذا مش اخذ سيلفي بس إذا مشاهدي الكرام نصل الى ختام هذه الحلقه الخنفشاريه الجميله مع الفريقين فريق ملي عيب وفريق انديلو واللي انتهت بفوز كاسح لفريق انديلو على فريق ملي عيب واللي يوثق هذه اللحظات الأليمة في هذه الحلقة بدايتها بسباس واحد أنا يا أستاذ تصريح يعني قوي مرة ثانية تجيبون البرنامج هذا والأخت هذه معي ما شقبلش أنا حسيتك بعد 5 سنين والله 5 سنين وأنا أخرج براءة أمانة أنه فعلوا أنه الحين سعر كهير مخير لا يعني مش عليكم الروبن طيب إذا المشاهدين الكرام ختام الحلقة أنا أشكر ضيوفي اللي يعني أتسعدوني والله بتواجدهم معي بداية من العزيزة شيماء محمد واللي أنا أدعو الله سبحانه وتعالى وأتمنى تدعو له أنه ربنا ينتعب بالسلامة بعد 7 شهور ويرزقها بالخلف الصالح ويجعلها إن شاء الله يعني أم سعيدة هانئة مطمئنة بخلف صالح إن شاء الله شيماء محمد و ها انت قصدك يكون معي بنت اسمها سعيده الطحين 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 هذا عمل دوره هذا الطحين بابوري لو عاد احمرك العقاب يعني اول شيء بسباس وبعدين طحين طحين ما شاء الله بهارات ميسي 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 شكرا ختمناها بدقيق زرابي يا زرابي شكرا لا تصدقيش والله برنامج مره ثانيه وهي موجوده شكرا لحسن الجماعي الرائع والجميل اللي دائما والله انا اسعد بتواجده الله يخليك نزار السنفاني لم يكن محظوظا اليوم ابدا على الاطلاق مين اللي انحسن مين اللي انحسن مين اللي انحسدنا ملي عيب هي لعنه ملي عيب من البدايه صار إيه شكرا للجميل الاستاذ الفنان والمخرج توفيق الاضرع انيس العنسي شكرا لك يا انيس واخيرا انا غريمي طبعا غريمي مين انا كنت جلست هناك في واحد مش داعي يقول أجا وقيمني ورجعني هنا خيرة الله وأخيرا أنا أشكر الفنان الجميل اللي أنا ألتقي فيه لأول مرة في هذه الحلقة إن شاء الله فاجأني بصوته الجميل وأعتقد أنه من الفنانين الرائعين صاحبي العزف المتقن العزف اللي ينقلك من عالم الحقيقة إلى عالم الخيال شكرا لمحمد النعامي على هذه الحلقة وحنختم معاه زي ما بدأنا بأغنية جميلة من اختياره شكرا لك يا محمد اسمح لي أستاذ بس أنا أشتري أقول لكل عام أنتم بخير لكل حبايبنا ولكل أهلنا في كل مكان كل عام أنتم مشاهدين وكل طاقم البرنامج كل عام أنتم طحين بس الطحين نرجع يا أستاذ ميسي ميسي ملي عيب
نهنى الجميع بمناسبة العيد ونقول كل عام وانتم بخير. وهذا الغني الطلب باقي انا خلف الفنان يغني في العرس، قالوا باقي 3 دقائق ويأذن المغرب، قال علي. مرد الخدين منقوش اليدين يحميه
من كل عين محلى زاوية يا هلا الهوى يا لي في طاير وفي الهوى تمشي على الدنيا أشتي حبيب من حق وادي زبيد خدود إلا حريب من كل شبابي أشتي حبيب من حق وادي حريب قوت إلا حريب من كل شبابير يا هلا الهوى يا ليت وإحنا سوا طاير في الهوى نمشي على في طاير في الهوى نمشي على في طاير في الهوى نمشي على في طاير في الهوى نمشي على